الفيروس لا يرى بالعين المجرده، بس انت وعيك واحساسك ودراكك هو اللي ممكن انه يمنع الانتشار. فرق الدفاع المدني عبرت عن واجبها تجاه هذه الزياره لتهتم بتعفير وتعقيم المواكب الحسينيه في مختلف محاور محافظه كربلاء، لتبعث رساله لجميع المحافظات بوجوب الاهتمام بهذه الخطوات المهمه في الجوانب الصحيه لسلامه الزائرين. تقوم مديريه الدفاع المدني كربلاء المقدسه باستنفار كافه كوادرها والياتها حملة تعقيم كبرى تشمل جميع المواكب الحسينية ودور العبادة استعدادا وتهيئة لزيارة الأربعين التي سوف تشهدها محافظة كربلاء المقدسة، حيث ستقوم ملايين الزوار بالتوافد إليها. حاليا لكون الزيارة مليونية قسمنا العمل إلى أربع محاور، اللي هو محور بابل، محور نجف، محور بغداد، محور الحر، ومحور المركز اللي ضمن محاورنا، بتقسيم فرق التعقيم والتعفير لكافة المواكب الحسينية وكذلك الزائرين. تضافرت جهود الدوائر الأمنية والخدمية من أجل إنجاح زيارة الأربعين، والتي تعتبر الآن أهم حدث مليوني في العالم لما تحمله من آثار دينية ملموسة للعيان وبمختلف الأديان. طبعا تم إسناد مديرية الدفاع المدني كربلاء من بقية المحافظات ضمن خطة وضعتها مديرية الدفاع المدني العامة، تتضمن إسنادها بفرق الإطفاء وفرق التعقيم والتعفير لفرق السي بي آر إن المختصة بالحوادث الكيميائية والبيولوجية. إن شاء الله متواصلين بخدمة الزائرين من خارج المحافظات مثل كل سنة. الحقيقة صارت عد الكوادر ملكة في إدارة هذه الجموع وخدمتها أمنيا وصحيا وإلى آخره من الخدمات التي تقدمها المحافظة. هاي مبادرة مو جديدة على الدفاع المدني، مستمرين من بداية الوباء ولحد الآن. أنا من أهالي كربلاء، أخوتنا خدام حسين من البصرة، فالدفاع المدني سباقين وأكثر من مرة جاي يشوفهم، وإحنا أقموا المدينة مراكز الأحياء، يعني سباقين ومبادرة كلش حلوة. رسالتنا وصلتها مديرية الدفاع المدني من كربلاء لبقية المحافظات العراقية بوجوب التعفير والتعقيم لجميع أصحاب المواكب الحسينية، خاصة في محافظة كربلاء، من أجل استقبال زيارة الأربعين. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.